بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم واهلا بيكم معنا في اول حلقه في حلقتنا مع الامين، برنامج مع الامين اللي هيتكلم عن التصنيع وعن كل المهن والصناعات وهيشجع شبابنا في التصنيع وهيتكلم باستفاضه في كل مجالات التصنيع. وبالنسبه لينا النهارده بنتكلم عن مشروع عملاق ومشروع جميل جدا وهو الاساس، وفي معانا ضيف، معانا ضيف جميل وشركه كريتيف. بالنسبه لينا النهارده مشرفنا باشمهندس هشام شرف من الشركات العملاقه والشركات القويه جدا في الاساس، فاهلا وسهلا بيك باشمهندس. اهلا وسهلا هشام بحضرتك حبيبي، مشرفنا النهارده في ده حلقتنا. شرف لينا طبعا، شرف الله لينا، يكرمك يا رب. الله يخليك. في البدايه باشمهندس هشام، يعني حابب تكلمنا كده عن شركه كريتيف جروب ومراحل التاسيس. طيب، هي شركة كريتيف جروب نازلة في سوق، أول حاجة بدأت بيها مجال الكورسات. بدأنا بالكورسات الهندسية وحاليا هي شركة شغالة في الكورسات. التأسيس بدايته من 5 سنين، بدأت الشركة في مجال الكورسات وبعد كده بدأ فيها تطور يحصل يعني. بس دي كانت بداية الشركة يعني. تمام، يعني يا باشمهندس احنا كنا عايزين برضو يعني حابين برضو ان احنا عايزين نعرف برضو مراحل تطوير الشركة. مراحل تطوير الشركة بدأت بمجال الكورسات، بعد كده دخلنا في مجال الاساس اللي احنا دلوقتي النهارده من الحمد لله من اكبر الشركات اللي معروفه في مجال الاساس اللي هو كرييتيف اند برستيج للاساس. بدانا بعد كده دخلت في مجال مكن الخياطه واللي هي بيع مكن الخياطه، وفي مكن خياطه في السوق باسم كرييتيف جروب برضو. بس تمام، هو برضه يا باشمهندس اللي هو البرنامج بتاعنا، يعني هو برنامج احنا يعني برنامج تصنيع، وعايزين برضه نحفز شبابنا اللي هو برنامج مع الامين، بنتكلم فيه على كل المهن والصناعات، على عشان برضه اللي هو البطاله اللي موجوده، وعايزين بقدر الامكان اللي الشباب يجتهد ويكافح ويحاول برضه يثبت نفسه في مجال العمل. فانت برضه يعني حابب النهارده في نموذج معانا، نموذج جميل، فاحنا حابين برضه باشمهندس هشام يكلمنا باستفاضه كده لاي شاب اللي هو عايز يبدا مشروع وعايز يشتغل وعايز ينتج، ايه الخطوات اللي يبدا بيها؟ اول حاجه عشان اي شاب النهارده يبدا مشروع او يشتغل لازم يفكر الاول، يعني اول حاجه يبقى عنده مبدا الصبر، صبر على النجاح او صبر، ما فيش حاجه سهله يعني، يبقى حاطط في دماغه او يعتبر او يعرف ان هو ما فيش حاجه سهله، ما فيش حاجه في يوم وليله هتحصل، لكن يحط الصبر قدامه وبعدين يبدا في هدف، يعني ان هو يحط تارجت قدامه ان هو انا عندي هدف معين، عايز ابقى اكبر شركه اساس في مصر، او انا عايز ابقى اكبر واحد بيبيع حاجه معينه في مصر. تبدا من الصفر فيها، تبدا من لا شيء، تبدا من غير فلوس، من غير انك تبقى معاك فلوس تروح تستثمرها خالص. تبدا من الصفر، تعرف النو هاو بتاع الحاجه ديت، انك تجيب اساسها ومصدرها وكيفيه بيعها واقل سعر فيها، ويبقى هدفك الاساسي هو انك هتتقي ربنا في شغلك وهتعمل شغلك بما يرضي الله. ده اساس اي حاجه. تمام، بس واحنا حابين برضه باشمهندس هشام يعني تكلمنا برضه عن الشركه بتاعتكم وازاي البدايه بتاعتها وبدات ازاي. تمام، احنا بدايه شركتنا ككرييتيف اند برستيج للاساس، احنا بدانا بقالنا 2 سنين في السوق في مجال الاساس. بدايتنا كانت بسيطه جدا جدا فوق ما تتخيل يعني، احنا بادئين بمكان صغير، هي فكره يعني، احنا حطينا فكره في دماغنا واتحدنا فيها احنا والشركاء والشركه وتوكلنا على الله فيها وبدانا نطور الفكره دي. بدانا فكره بسيطه لا تكلف شيء يعني، بدأنا بمعرض صغير وبعدين ورشة صغيرة وبدأنا نبيع للناس، وكان هدفنا الأساسي هو احنا نفيد الناس، نفيد بسعر يعني، نفيد بسعر كويس. تمام، وبجودة كويسة. طيب، ونخلي يعني كان الهدف اللي هو مساعدة الناس اللي مش قادرة نفسه يفرح، بس الموضوع بقى عائق دلوقتي، الأسعار دلوقتي والغلاء اللي بيحصل. تمام، وبقت في أولويات تانية غير انك تروح تشتري عفش أصلا. تمام، بس تمام. يعني هو بسم الله ما شاء الله، اللي هو من 2 سنين يا باشمهندس هشام اللي هو يعني بمبلغ ضئيل، احنا النهارده بسم الله ما شاء الله الشركه بتاعتنا، شركه بتاعت كريديف، بقت شركه عملاقه بسم الله ما شاء الله. الحمد لله، يعني ليها اكتر من فرع واسطوره دلوقتي بسم الله ما شاء الله في الشغل بتاعها. الحمد لله. يعني برضو انا حابب يعني ايه اللي هو تكلمنا برضو المجهود، اللي اكيد في مجهود مبذول جامد جدا اللي هو فتره 2 سنين اللي الشركه دي تتحول تبقى بالمنظر ده، ففي مجهود جامد جدا اشتغلتوا عليه. بص، الشركة عشان تنجح أي شركة زي ما قلت لسيادتك، الموضوع مش مادي قد ما هو معنوي. تمام، إنك عندك هدف هتجري عليه، ما فيش حد هينجح لوحده، دي تمام. حاجة معروفة يعني، إن الناس كلها بتتحد على هدف واحد هو هدف النجاح. تمام، الحمد لله ناس زمايلنا وشركائنا في النجاح اللي هم الناس اللي شغالة معانا
دول اساس النجاح بتاعنا. تمام. فبنتشارك كلنا على الهدف دوت، وكلنا تمام. بنتعب، كلنا يكاد يكون في بعض الاحيان ما بتنامش اصلا. تمام. تفكيرا في بكره، تفكيرا تمام. ايه اللي هيحصل، هل هننجح. تمام. هنفشل. ولو حابب برضه باشمهندس هشام ان انت تذكر اسمائهم برضه، الناس اللي شاركت في المشروع وفي الشغل، لو حابب حضرتك. طبعا على راس المجموعه كان المهندس اسلام خالد اللي هو رئيس مجلس اداره الشركه. تمام. انا المدير التنفيذي للشركه. تمام. ومعنا المهندس اسلام خالد ده الموجه الرئيسي او اللي بيحط التارجت للشغل، واحنا بننفذ الشغل ده. تمام. معانا ناس كتير، ناس بدات معايا الشركه من فتره طويله، زي في يعني مدير فرع اكتوبر مثلا عبد الجليل، مديره فرع مدينه نصر استاذ ارحاب، وفي ناس كتير يعني الحمد لله. اي حد اشتغل معايا سواء كمل او ما كملش هو سبب من اسباب النجاح، سواء كان بالايجاب او بالسلب هو برضه سبب من اسباب النجاح. تمام. ان هو يعلمنا، لو حد ضرني ومشي فهو برضه كان سبب ان انا اعيد حساباتي في شغلي، ان حد فادني وقعد معايا فهو برضه افاد في الشركه يعني. تمام. مفيش حد ما فادش يعني. تمام. هو باشمهندس هشام بالنسبه للتخصصات في المكان عندكم تخصصات كتيره. عندنا تخصصات. تمام. كنت برضه حابب برضه حضرتك تكلمنا على التخصصات بتاعت الشركه عند سيادتك. احنا التخصصات او الاقسام اللي موجوده في الشركه، اول قسم زي ما قلت لسيادتك هو قسم الكورسات الهندسيه، وغير بقى في 54 كورس الشركه بتقدمهم. شركه كريتيف جروب بتقدم 54 كورس، منهم الهندسيه ده جزء، واللي هو الاوتوكاد، فوتوشوب، 3 دي ماكس، كل الكورسات دي. تمام. في الكورسات زي الفاشون، زي الميك اب ارتست، الحاجات اللي هي تخص السيدات شويه، الكورسات اللي هي السيداتي شويه. في بيع مكن الخياطه برده، ده قسم تاني. والقسم الثالث اللي هو قسم الاساس او تصنيع الاساس وبيع الاساس. تمام. بس. طيب وبرده حابب يا باشمهندس هشام النهارده انت موجود معانا في حلقتنا، كنت حابب برده عايز اعرف العروض اللي حضرتك بتقدمها للشباب. بص احنا 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 اي عرض بنقدمه احنا زي ما قلت لسيادتك احنا التارجت بتاعنا هو الشباب. تمام. وخاصة الشاب اللي بيتجوز. تمام. فاحنا بنقدم باكج يعني، انا ما بقدمش مثلا اوضة نوم بكذا او سفرة بكذا. عندنا ده. تمام. ده للناس اللي هي بتشتري فردانيات. انما انا عندي باكجات كده زي ثلاث غرف مثلا بيبقوا سعرهم 49,000 جنيه. تمام. وده دي العروض اللي احنا بنقدمها للشباب الفترة اللي فاتت يعني. ثلاث غرف، غرفة نوم وغرفة سفرة وانتريه، الثلاثة مع بعض ب 49,000. بس. تمام. وفي عروض تانية زي ان انتريهات بتتباع عندنا ب 14.5 و 15. تمام. دي الارقام اللي احنا بنتراوح. في عندنا صور هتتعرض دلوقتي للمشاهدين على الشاشه. تمام. يا ريت شوفوا برضو الشغل الاساس يعني. بسم الله. ده صور من معرض مدينه نصر. لا الله اكبر، اذواق جميله جدا واذواق راقيه الحمد لله. عندنا فريق تصميم قوي جدا. بسم الله ما شاء الله. بنوصل للتصميم الكويس اللي يعجب جميع الفئات، وبنحط كوست اقل ما تكن عشان نقدر نبيع للناس اللي هي نفسها تفرح يعني. تمام. لا بسم الله ما شاء الله. وكنت برضو حابب يا باشمهندس هشام ان احنا عايزين برضو نعرف الفرق ما بين الاساس بتاع دمياط والاساس بتاع شركه كريتيف برضو. بص النهارده التوجه ناحيه الاساس، كان زمان الفكر الدمياطي اللي هو احنا هننزل دمياط عشان نجيب الاساس بتاع بيتنا. طبعا معظم الشركات النهارده قربت المسافات، بقى في مكرم عبيد، في مدينه نصر، فخلاص بقت اللي هو دمياط كان بيتحطوا موديلات معينه، موديلات يعني مش هنقدر نقول طبعا ليها اذواقها يعني، بس كل واحد لذوقه. لما نزل النت ونزلت الافلام والمسلسلات بدات الناس تحلم ان انا طب انا ليه بيتي ما يتعملش زي المسلسل ده؟ طبعا. ليه شقتي ما تتعملش زي المسلسل الهندي ده؟ فبدا يعني بدات الناس تبص للتصميمات دي. بدانا احنا كانت فكرتنا في الاول ان احنا نجيب التصميمات اللي بتعجب الناس وننفذها. تمام. طبعا الفكر التومياتي كان ماشي شويه على حته اللي هو الماس برودكشن، اللي هو انا عندي اوضه بطلع منها 100 قطعه وخلاص هو ده التصميم. طيب ابدا طور في التصميم. لسه احنا بقى جينا وجهنا تصميماتنا للفئه اللي هي بتحلم بالوان جميله، ويعني كانه شايف مسلسل في بيته يعني، او ان هو اللي بيشوفه في المسلسل يقدر ينفذه. بدات الناس تجيب تصميمات بتعجبها احنا بننفذها. بدانا نشتغل على الكاستم ميد، يعني انت تجيب تصميم وانا انفذه لك، انت بتحلم بيه انا هعمله لك. تمام. بدانا بقى نخش في الفكره الثالثه اللي هو انا خلاص هشتغل ماس برودكشن على التصميمات اللي عجبت الناس السنه الماضيه. تمام. كل سنه بالسنه اللي قبلها نشوف ايه اجمل التصميمات اللي عجبت الناس. تمام. ونبدا نصنع منها ماس برودكشن، ونبدا نعمل عليها اسعار وعروض تناسب كل الناس، عشان برضو احنا بنقدم، مش معنى ان انا بعمل عرض. تمام. فهقدم أسوأ حاجه، بالعكس احنا ما بنقدمش في العرض الا افضل حاجه. تمام. واحسن حاجه باعت. تمام. واحسن ماتيريال بتشتغل. تمام. حتى لو الاسعار زادت علينا في الرو ماتيريال بتاعنا، لو زادت علينا الاسعار. تمام. احنا ما نزودش. تمام. احنا نفضل ثابتين على اسعارنا. تمام.
بس وما نقدمش وما نقللش في جودتنا، وهي دي هي دي الميزه عند الحمد لله. وكنت برضه يعني حابب برضه يا باشمهندس هشام بالنسبه لينا عايزين نعرف برضه العرض انت حضرتك بتقدمه في البرنامج مع الامين للشباب. بص انا بعمل عرض خاص لبرنامج مع الامين للشباب، ثلاث غرف احنا نقدر نقدم ثلاث غرف بعض التصميمات معينه بمقاسات معينه، ثلاث غرف ب 39,000 جنيه فقط. تمام. يعني احنا هنقدم مع حضرتك غرفه نوم وغرفه سفره وغرفه انتري، الثلاثه مع بعض ب 39,000 جنيه. تمام. غرفه النوم هتبقى غرفه كامله، غرفة كاملة سرير واثنين كومودينو وتسريحة ودولاب. غرفة السفرة عبارة عن ترابيزة وستة كرسي ونيش أو بوفيه، بتختار قطع من الاثنين. والأنتري عبارة عن كنبتين، كنبة ثلاثية وكنبة ثنائية، واحد كرسي فوتيه. ده العرض، كل دولت ب 39,000 جنيه فقط. طب هو غير العرض يا باشمهندس ده بيبقى كام السعر بتاعه؟ زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا العروض دي بتتراوح من 49,000 ل 52,000. تمام. يعني عرض كويس جدا، يعني عرض فيه توفير رهيب. اي حد عايز يتجوز النهارده يقدر ان شاء الله تعالى يتعاقد معانا في اي فرع من فروعنا ويجي ينورنا، والتعاقد هيتم على طول ويستلم في خلال فتره اللي هنحددها لحضرتك. تمام. وبرضه احنا بنقول لمشاهدينا لاي حد بالنسبه ليه اللي هو بيجهز شقه مقبل على الزواج، اللي هو عايز يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عايز يجهز شقته، احنا معانا باشمهندس هشام اهوت منورنا في البرنامج. الله يخليك. وبيزف خبر جميل اهوت يعني في العرض اللي مقدمه، فاي حد عايز العرض دوت باذن الله يتواصل معانا مع البرنامج وبنوصله لباشمهندس هشام. وباذن الله ان شاء الله يعني احنا عايزين الشعب بتاعنا وشبابنا الجميل يفرح وكله يبقى سعيد بالنماذج الجميله اللي مشرفاها لنا النهارده في البرنامج. الله يخليك. يعني هو الهدف زي ما قلت لسيادتك هو ان الشباب العائق الكبير في اي جوازه هو الاساس. طيب غير لما بعض الناس بتيجي تروح تسترخص مثلا في العفش فيبتدي يتحط ليهم اذواق هم غير راضيين عنها، ممكن لا قدر الله الجوازه تبوظ. لا احنا بنقدم كمان غير يعني مع العرض ده، لا تعالى اختار الالوان اللي انت عايزها. تمام. اختار الدهانات اللي تعجبك. شوف شقتك مرسومه ازاي وتعالى كمل رسمتها عندنا. تمام. بالعرض اللي هو 39,000. يعني بنأكد تاني لمشاهدينا ثلاث غرف 39,000 جنيه، الاختيار اللي انت بتختاره هو اللي بيتصمم ليك. انا شايف عرض يعني بسم الله ما شاء الله، هو عرض جميل جدا، عرض مغري وعرض جميل. تابعونا بقى انت بالنسبه للبرنامج، الارقام بتاعته موجوده، والباشمهندس هشام مادد ايده اهو لشعبنا الجميل والمقبل على الزواج. احنا موجودين معاكم. وباشمهندس هشام يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انا شايف اللي الشباب بالنسبه له برضو باكد احنا عايزين بقدر الامكان اللي هو الشاب اللي عايز يفتح مشروع وعايز يبدا وعايز يشتغل، بالنسبه ليه ايه الحاجات اللي هي الاولويات؟ يعني بناكد لشبابنا الاولويات اللي حطها في المقدمه، هل هو الماديات ولا هو يبدا ولا الماديات دي بتيجي ازاي؟ بص الماديات دي لو انا قعدت احط، لو انا من يوم ما بدات او من يوم ما اي حد بيبدا، ما فيش حد ناجح النهارده ما بداش من صفر جنيه. احنا انا بدات واحد من الناس، انا بادئ بالسالب مش بالصفر. تمام. يعني بادئ مديون او عليا فلوس لحد معين مثلا. تمام. فبادئ بالسالب، بادئ مثلا بتسويق بحاجات بسيطه. تمام. لو انا قعدت احط ان في عائق، يعني بص طول ما احط عوائق دول ما انا مش هشتغل. تمام. او مش هعرف احقق حلمي او هدفي. ايا كانت العوائق ما تحطهاش قدامك. النهارده الحياه صعبه والفلوس والماديات وكل حاجه، لا ما فيش حاجه اسمها مستحيله. انت حط هدف، ده رقم واحد، تحط هدف قدامك انت عايز توصل لايه، تعرف نفسك، تعرف قيمتك، تعرف انا هدفي كذا، انا عايز ابقى بطل العالم في حته معينه، انا عايز ابقى اكبر شركه في الجرافيك، اكبر شركه في الاساس، اكبر شركه في الكورسات. تحط الهدف، تبدا تشوف امكانياتك ايه، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي ناقصاك وتبدا تطور فيها. تمام. تبدا تشوف النو هاو، ان هات المصدر بتاع الحاجه دي. تبقى ارخص واحد وتبقى افضل جوده وتبقى وتسوق، تشوف. تمام. هتسوق منتجك فين، ده اهم حاجه التسويق، انك تعرف المنتج ده هتجيبه منين وبكام، هتقدر انت ايه الميزه اللي عندك عن الناس التانيه. طول ما انت عندك ميزه هتعرف تشتغل. تمام. طول ما انت عندك حاجه الناس تيجي عليك تقول لك خد اتفضل هتشتغل. وما تحطش عائق قدامك خالص. اي شاب النهارده عايز يكبر او يحقق هدف لنفسه، اياك انك تحط عائق قدامك. نفذ هدفك، لو بجنيه، لو معاك جنيه في جيبك هتشتغل وهتبقى شركه كبيره. تمام. بس طول ما في هدف. تمام.
وباشمهندس هشام بالنسبه للشركه عند حضرتك بالنسبه ليها هل في وظائف للشباب يعني؟ اه طبعا احنا مقدمين على بنعوز كل فتره ناس سيلز عندنا مسؤولين مبيعات، بنعوز مديري فروع، بنعوز حسابات. يعني لسه من فتره كنا بنفتتح فرع جديد، الفرع ده كنا عايزين فيه مسؤولين مبيعات جداد، والنهارده لو حد عايز يقدم يخش على الصفحه عندنا يبعت لنا ويبعت السي في بتاعه، واحنا بنعوز ناس وما زلت عايز ناس لحد دلوقتي. تمام. وعايز مهندسين تصميم مطابخ، وعايز فنيين تركيب فك وتركيب غرف نوم وسفره. تمام. محتاج ناس. بالعكس ده انا بتنشق على الناس النهارده. تمام. وبتنشق على الفرد اللي هو يعني بندور على الناس اللي هي تبقى عندها، يعني مش شرط برضو، انا عايز اوصل لسيادتك حاجه برضو مهمه جدا، مش شرط ان انا هدفي يكون ان انا ابقى صاحب شركه. تمام. او من رواد الاعمال. تمام. لان زي ما قلت لسيادتك الشركه مش هتكبر الا لو كل اللي فيها هم اصحاب الشركه. بالظبط. ان هشام واسلام ومحمود واحمد وابراهيم. تمام. كل دول هم يحسوا ان الشركه دي بتاعتهم. تمام. ولو ما حسوش بكده عمر الشركه ما هتوصل لاكبر مستوى طول ما احنا كلنا بنتعاون على هدف. يعني ممكن يبقى هدف فرد من الافراد انه يبقى احسن مسؤول مبيعات في الشركه، ممكن يبقى مدير المبيعات في الشركه. تمام. مش لازم يبقى صاحب الشركه. لو انت مش قادر انضم للشركه، اثبت وجودك فيها، حدد قيمتك. تمام. خلي الناس هي اللي تمسك فيك. بالظبط. يعني اي النهارده اي فرد مش لازم يعني ابقى صاحب عمل، ولكن ممكن ابقى في شغلانتي متقنها. انا بوصل رساله لاي حد، اتقن الشغلانه اللي انت بتعملها، اتقنها قوي، خلي اللي قدامك هو اللي يمسك فيك، خلي اللي قدامك هو اللي حريص على وجودك، حتى هيقدم لك قيمتك النهارده مرتبك جنيه. طب انا عايزك هديك 2 جنيه مش هسيبك. تمام. طب انت ماشي، لا اديك 3 جنيه. انت اللي بتحدد قيمتك. واي حد صاحب عمل لو هيفرط في موظف كويس عنده او فرد بيشارك في نجاحه يبقى غلطان. تمام. ايا كان الثمن. بس يعني بالنسبه لو شاب خريج جامعه باشمهندس هشام وجاي مقبل على الشركه عند حضرتك عايز يشتغل، في دورات تدريبيه احنا بناخده زي ما قلت لك، احنا عندنا قسم كورسات بناخده وندربه عندنا في قسم الكورسات. تمام. على المبيعات، على اللي هو الاي سي دي ال، وبندربه على الكمبيوتر لو احنا عايزينه في قسم الجرافيك ديزاين بنخليه ياخد دوره في الجرافيك ديزاين. اي حد عندنا في الشركه موظف عايز ياخد دورات في مراكز التدريب بتاعنا بنديها له، انجليزي، اي سي دي ال، سيلز، تسويق، اي حاجه في الكورسات دي كلها. تمام. حتى لو دوره بسعر عالي جدا بنوفرها له. تمام. في سبيل ان احنا نقدر نستثمر فيه او نكبر فيه او نخليه عنده هدف ينجح معانا. تمام. يعني احنا بنقول برضو لمشاهدينا وحبايبنا اهوت، يعني بالنسبه لاي حد هو عايز يشتغل تاني، بنعيد تاني اهوت الكلام معاكم، الباشمهندس هشام اهوت في يعني في الشركه عنده، اي شاب عايز يشتغل في مكان في الشركه عند باشمهندس في اماكن الشام. كتير جدا باذن الله ان شاء الله. يعني ما فيش ياس، ما فيش كلمه ما فيش شغل، لا في شغل اهوت، وفي شباب زي الورد بسم الله ما شاء الله يعني بتمد ايد العون اهوت للشباب ولبلدنا. فاي حد عايز يشتغل يخش على الصفحه بتاعتنا مع الامين ويتواصل معانا وبنوصله للشركه باذن الله. وبالنسبه للشغل يعني بالنسبه للشغل يعني الامور كلها بقت امور فيها بساطه اهوت. يعني في شاب اهوت موصل لنا الامور ووصل لنا المنتج بتاعه وقال لنا اللي هو بدا ازاي وبدا بمبلغ قد ايه، وصل في خلال سنتين بقوا شركه عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. يعني دوت يعني نجاح، ونجاح حاجه مشرفه وحاجه جميله. يعني يا باشمهندس هشام برضو اللي انا حابب برضو من حضرتك ايه الحاجه اللي احنا نشجع الشباب فيها تاني؟ يعني احنا انا اشجع الشباب اول حاجه حدد هدفك، حط هدف لنفسك، مش لازم الهدف ده يبقى كبير، ممكن تبقى زي افضل. يعني اي شاب النهارده شغال في وظيفه لازم تبقى احسن واحد في الوظيفه دي، لازم تبقى مؤثر في المكان اللي انت فيه. تمام. لازم تبقى قائد في المكان اللي انت فيه، لازم تعتمد عليك. انا بنفتقد لبعض الناس الاعتماد، ان انت بقى عندك مسؤوليه، ان انا اشيل الموضوع من A to Z، ما احملش مديري او احمل صاحب الشركه هموم في مشكله. لا لكش ما تقوليش في مشكله. أيوه. انت طول ما انت مؤثر في مكانك مش هتوصل لمشاكل. تمام. حل المشكله، طور في شغلك، طور في نفسك، شوف ايه ناقصك واعمله. تمام. هتبقى افضل حد في الكون. تمام. واقتنع باللي انت بتعمله. وتاني مهم جدا، حط هدف لنفسك. هدفك هيبدا من السلمه اللي انت فيها. تمام. هتبقى افضل حد في السلمه اللي انت فيها. هتطلع اللي بعده، هتطلع اللي بعده، تبقى انت على راس القمه في كل خطوه بتعملها. تمام. باشمهندس هشام بالنسبه للشباب اللي هو خارجين الجامعات اللي هو عايز يشتغل في التخصص بتاعه. تمام. يعني دي في عائق برضو احنا بنقابله يقول لك لا انا عايز التخصص بتاعي بس اللي اشتغل فيه، ما عندوش اللي هو المرونه اللي هو يشتغل في اي تخصص تاني اللي هو بالنسبه ليه. انا بلاقي شباب كتيره بيدور حوار ما بينهم.
فبيقول لك لا انا اخذت على طول. انا بالنسبه لي ما ينفعش انزل، انا دلوقتي انا راجل خريج هندسه، انا هشتغل في ورشه، هشتغل في مصنع، ما ينفعش، انا عايز اشتغل في المكان بتاعي والبرستيج وال تمام. انا بص احنا بنسمعها كلنا، هقول لحضرتك على حاجه. انا واحد من الناس مثلا خريج هندسه القاهره قسم عماره، تمام، شغال في مجال المعماري، دخلت في مجال الاساس، ما فيش حاجه اسمها كده يعني. بص اول حاجه هتعمل، ما تقوليش مجال دراستي، قول لي حاجه بتحبها. تمام. انت بتحبي، انا واحد من الناس مثلا بحب المبيعات او بحب ابيع، بحب اقف ابيع بنفسي، بحب التصميم، بحب اصمم قطعه بنفسي. أيوه. بحب الحاجه دي. تمام. فتعمل اول حاجه هتدور عليها، تعمل الحاجه اللي بتحبها، وتبقى تمام. طول ما هتعمل اللي انت بتحبه، طول ما هتعرف تطور نفسك فيه وهتعمله بابداع. تمام. انما مجال دراستي، طب ما انا خدت الشهاده، طب افرض انا ما بحبش الحته دي، طب افرض طب يعني مش متوفر فيها وظيفه دلوقتي، افضل قاعد؟ ما تقعدش. تمام. انا بقول لاي حد ما تقعدش. تمام. انزل، معلش انا اسف، الصنايعي او العامل اللي بيشتغل معانا في المصنع من اقل فرد في المجموعه، مش اقل فرد مكانا ولكن اقل فرد مهنه وظيفه، انا بتعلم منه. تمام. مفيش معلومه او مفيش شغلانه هتشتغلها مش هتتعلم منها. تمام. ومفيش حاجه عيب. تمام. والحاجه بقى برضه يا باشمهندس، انت يعني حابب يعني توصلها للشباب برضه في الختامه، برضه حابب برضه ايه حاجه انت تختم بيها حضرتك يعني ايه باذن للشباب. الله انا اختم زي ما قلت لحضرتك مع الشباب، توكلوا على الله، اعملوا شغلكم بما يرضي الله على اكمل وجه، خليك مؤثر في مجتمعك، خليك قائد في مجتمعك، هو ده الدوله دلوقتي، وال ده اللي احنا عايزينه دلوقتي، ان الدوله يعني عايزه الناس القواد ان هم يقودوا عملهم ويطوروا في نفسهم بنفسهم. تمام. عشان نوصل لاكبر مكانه في العالم كله ان شاء الله تعالى، ومش بعيده، ومش بعيده خالص بالعكس. تمام. وبكده انتهت حلقتنا، واستنونا الحلقه الجايه ضيف جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.